الحكم العطائية لابن عطاء الله سكندري. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية، وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية. سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه، لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك وإخمادا لنور سريرتك. إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك. ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك، والأعمال أنت مهديها إلي؟ وأينما تهديه إلي مما هو مورده عليك. تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال. الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها. ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته؟ أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته؟ أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته؟ الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه. فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده
فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شموس المعارف بسحب الآثار، مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه. كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء؟ كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء؟ يا عجبا، كيف يظهر الوجود في العدم؟ أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم؟ ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه. إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس، لا تطلب منه أن يخرجك من حالة ليستعملك فيما سواها، فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج. ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك، ولا تبرجت له ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها. إنما نحن فتنة فلا تكفر. طلبك منه اتهام له، وطلبك له غيبة منك عنه، وطلبك لغيره لقلة حيائك منه، وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه. ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمضيه. لا تترقب فراغ الأغيار، فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه. لا تستغرب وقوع الأقدار ما دمت في هذه الدار، فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها. ما توقف مطلب أنت طالبه بربك، ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. من علامات النجح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات.
من أشرقت بدايته أشرقت نهايته، ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر، شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه، المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله، والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه، وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه، ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه، لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه، ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه، اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه، والواصلون لهم أنوار المواجهة، فالأولون للأنوار، وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونه. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. الحق ليس بمحجوب، وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه، إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، وهو القاهر فوق عباده. اخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس، وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها، ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. شعاع البصيرة يشهدك قربه منك، وعين البصيرة تشهدك عدمك، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان. لا تتعد نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال. لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا.
من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لأجل معاملته معك، فهل عودك إلا حسنا؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟ العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء معه، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وأن إلى ربك المنتهى. وانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. ربما كنت مسيئا فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالا منك. ما قل عمل برز من قلب زاهد، ولا كثر عمل برز من قلب راغب. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال. لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه، لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على الله بعزيز. من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات. لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى، فإن من عرف ربه
استصغر في جنب كرمه ذنبه. لا صغيرة إذا قابلك عدله، ولا كبيرة إذا واجهك فضله. لا عمل أرجى للقبول من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده. إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. أورد عليك الوارد ليستعملك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار. أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك. الأنوار مطايا القلوب والأسرار. النور جند القلب، كما أن الظلمة جند النفس. فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمده بجنود الأنوار، وقطع عنه مدد الظلم والأغيار. النور له الكشف، والبصيرة لها الحكم، والقلب له الإقبال والإدبار. لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك، وافرح بها لأنها برزت من الله إليك. قل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم. أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها، وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها. ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع. ما قادك شيء مثل الوهم. أنت حر مما أنت عنه آيس، وعبد لما أنت له طامع. من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان. من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد. فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر، ولو لم يكن إلا منع المزيد.
وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري، ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد. إذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الإمداد، فلا تستحقرن ما منحه مولاه، لأنك لم تر عليه سيم العارفين ولا بهجة المحبين، فلولا وارد ما كان ورد. قوم أقامهم الحق لخدمته، وقوم اختصهم بمحبته، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة، لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد. من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم، فاستدل بذلك على وجود جهله. إنما جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين، لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم، ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها. من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا. إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما يقيمك. متى رزقك الطاعة والغنى به عنها، فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك. الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار. ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له، لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده. الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية. مطلب العارفين من الله الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية.